هناك مشاركات عربية جاء هؤلاء المشاركين للوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري والشعب السوري ضد هذه الحرب الكونية التي شنت على بلد يتمتع بالأمان والسلام. وما زلنا بهمة الجيش العربي السوري ودماء الشهداء منتصرين على هؤلاء المرتزقة أصحاب الفكر الظلامي التكفيري. هذا المؤتمر هو رد على هذا الفكر. هناك العديد من الفعاليات متمثلة في الندوات والمحاضرات والمعارض الفنية والسينما والفرق الفنية ومعارض الفنون التشكيلية. نحن اليوم في هذا الفكر وفي هذه المقاومة من خلال الكلمة من خلال الفكر نريد يعني أن نثبت أن هذه الأفكار الغريبة التي لا تنتمي إلى فكرنا وإلى قضايانا وإلى قضايانا وإلى هويتنا وإلى يعني تاريخنا ليس لها مكان وليس لها وجود في هذه الأرض. هذا الملتقى يأتي في سياق مواجهة كل الثقافات التي تريد النيل من ثقافتنا العربية الأصيلة التي تجذرت في هذه المنطقة ولها قيمها وجذورها التي حاربت من خلالها كل المشاريع التي حاولت أن تغزو ثقافتنا القومية في المراحل السابقة. لذلك هذا الملتقى هو بأوجه مختلفة من الفن إلى المسرح إلى الشعر والأدب والسياسة، كل ذلك يصب في خندق واحد هو ثقافة المقاومة. لذلك هذه الثقافة الآن يجب علينا أن نعززها وأن نكرسها بين أجيالنا، وخاصة الجيل الصاعد الذي عليه أن يتحمل مسؤولية الثقافة في المرحلة القادمة. هذا المهرجان الذي أعتقد أنه أكثر من مهرجان يعني سنوي كان، أعتقد أنه يجب أن يصبح تقليدا عاما ويجب أن يتطور وأن يملك أدواته كي يحاول أن يصل إلى الناس ويحاول أن يرقى بمشاعرهم لتحقيق أمنياتهم.